قصة طفولة موسى عليه السلام. في الحلقة القادمة سنتحدث عن النعم الكثيرة التي أنعمها الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. نلقاكم غدا بمشيئة الله. هل تعرف النعم التي أنعمها الله على نبيه موسى عليه السلام؟ نعم. حسناً، أخبرني الآن. قال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. المقصود بها أنعمنا عليك قبل هذه المرة، وقوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. المقصود بها ألهمناها ما يلهم الإنسان الصواب. حسناً، وما معنى كلمة التابوت واقذفيه في قوله تعالى: أن اقذفيه في التابوت؟ التابوت هو الصندوق، واقذفيه معناها اطرحيه، والمقصود هنا أن الله ألهم أم موسى عليه السلام أن ضعيه في التابوت، ثم قال تعالى: فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. وما معنى اليم؟ اليم هو البحر، والمقصود في الآية نهر النيل، فقد ألهم الله أم موسى عليه السلام أن تلقيه في نهر النيل حتى يلقيه النهر بالشاطئ. وفي قوله تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له. استنتج أن العدو هو فرعون. ممتازة. وما المقصود بقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ أي حببتك إلى عبادي، وقوله ولتصنع على عيني أي لتربى بمرأة ومنظر مني. ويقصد بقوله: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. أي تتبعك لتتعرف على خبرك وما يكون من أمرك، فسألت: هل أدلكم على من يضمه إليه فيحفظه ويرضعه ويربيه؟ وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة، فدلتهم أخته على أمه وهم لا يعلمون أنها أمه. بالفعل. وهل هذه هي النعم التي أنعم الله بها على موسى عليه السلام؟ نعم، لكنه أنعم عليه بنعم أخرى، والتي ذكرت في قوله تعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي. وهل المقصود هنا قصة موسى عليه السلام حين قتل رجلا قبطيا؟ نعم. وما معنى وفتناك فتونا؟ أي اختبرناك اختبارا بما وقعت فيه من المحن، ثم قال تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين. أي مكثت بعد خروجك من مصر خوفا من القتل ترعى الأغنام، وكانت مدة ذلك 10 سنين. ومدين هي بلدة شعيب عليه السلام. ممتازة. والمقصود باصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك، فقد اختاره الله لوحيه ورسالته. أستنتج من الآيات: عناية الله تعالى ولطفه بعباده، لطيف صنع الله تعالى وجميل تدبيره، حيث نجى موسى عليه السلام من فرعون وكيده، كما أن ابتلاء الله تعالى لعبده لا ينافي محبته له. ممتازة. قصة طفولة موسى عليه السلام. تعلمت اليوم أن التابوت هو الصندوق، ومدين هي بلد شعيب عليه السلام، واليم هو البحر،
والمراد به نهر النيل. فوائد الآيات: بيان عناية الله تعالى ولطفه بهم. نجى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام من فرعون وكيده. إن ابتلاء الله تعالى لعبده لا ينافي محبته له.